مشاهدينا متابعينا الكرام، في هذه الأوقات كانت تقترب النهاية، لا يزال التحدي الكبير بين العملاقين وسيم ومازو، شويكار وباسيوني وجميل وسعدون الآن بالصاروخ. ماذا يفعل مازو؟ ماذا يفعل وسيم؟ امسك كويس يا ماما. شنو هذا؟ كويس انكم ما كنتوش معاهم فوق، ما كنتوش هتضمنوا هتنزلوا امتى، والقنبله كانت ممكن تنفجر وانتوا لسه مكانكم. يلا بينا نرجع للعب، روحوا لعبه البالونات الدواره، خدوا بالكم اللعبه بتاعتكم كابل. يلا يا جماعه بسرعه مفيش وقت، يلا 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 يلا. بقالنا نص ساعه بنلف. انطقي بقى انطقي بقى يا حاجه لعبه، الله يرضى عليكي. المهمة دي بسيطة جدا، عبارة عن أسئلة تخص عيلتك أو شريك حياتك أو اللعيب اللي ضدك. خلينا نشوف انتوا عارفين بعض قد ما أنا عارفكوا كده ولا لأ. هيبقى سؤال لسؤال، ولو اتعادلتوا تكملوا لحد ما حد يخسر والتاني يكسب، ونقول له مبروك وهياخد آخر رقم في شفرة القنبلة. ها جاهزين؟ جاهزين. السؤال لفريق مازو، والسؤال ده محتاج إجابته من مازو شامع في وقت واحد، والسؤال هو مين بقى أكتر واحدة مازو بيحبها؟ طبعا يا شيمو انت عارفة ان إجابة السؤال ده هتجرحك، بس انت عارفة أكتر ان انا ما عنديش مشكلة ان اجرحك قصاد ان انا اكسب. عارفة يا جزمة بحبك. اللعبة. السؤال دلوقتي الفريق وسيم. وسيم، كريمة بنتك عندها كام دوكة شعر لونها بينك؟ ايه ده؟ انا كنت فاكر الاسئله اصعب من كده بكتير. كام توكة شعر بينك؟ كريمه عندها 27 توكة شعر بينك، وعندها 9 بندانات بينك، وعندها بقى بقيه الحاجات عندها حوالي 16 توكة سودا، في اخضر كتير، في حاجات. ايوه كده. السؤال دلوقتي الفريق مازو، والسؤال لمازو، كريم ابنك في سنه كام؟ ايه الاسئله الصعبه دي؟ بقى ابنك كريم في سنة كام؟ سؤال صعب يا عديم الأهلية يا لقيط. أنا ماليش في الأسئلة العائلية، بس أنا عارف كريم. كريم كان السنة اللي فاتت طلع الأول، وكان شرح لي قصة كفاح طيبة اللي هو بياخدها. إن شاء الله كريم العاق تالت إعدادي. صبرني يا رب، إلهي أشوفك متعلق من سنانك يا بعيد. اعمل ايه يا شيماء؟ ما الواد اللي ملخبطني، المعلومات اللي عنده بتاع الدكتور في الجامعه، هعرف انا منين هو في سنه كام؟ منك اللي خسرتنا يا لوزر. السؤال دلوقتي الفريق وسيم، وعايزه اجابته من وسيم واسراء في وقت واحد. ايه اكتر حاجه وسيم بيحبها في اسراء؟ كل حاجه في اسراء بحبها في اسراء. قول لي حاجه واحده بس. حاجه واحده بس؟ لما بتاكلني الفراخ وتفصفصها لي حتت صغيره، وتحطها في الشوكه وتحطها في بقي، وتقول لي يلا الكوكو رايح فين. اه يا 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 فعلا الدبدوبه اجابه رمزيه لاسئله شخصيه. بالتنزيه يا مازو، بالتنزيه يا فوز وسيم. منك لله يا لوزر، منك لله خسرتنا. فرقعي فرقعي ودمريني، انا مش طايق حد. اسكت خالص يا لوزر، انت اسكت. ايه ده؟ جالي رقم الشفره تاني، هم على رقمين. القنبله فين بقى؟ خلصينا. القنبله في غرفه تحكم الصاروخ، وحبايبكم متعلقين فوق. فكوا القنبله بقى ونزلوهم. جميل وشويكار وبسيوني وسعدون. يلا يا مازو، يلا يا مازو، مفيش وقت. يلا الوقت يمر والاحداث امر وامر. ما تحديش يا ماما. يا حماتي يا ماما احنا خسرنا خسرنا. كويس قوي، اقسم الله بتعمل حسابنا يا جميل، هتنزلوا دلوقتي. يلا يلا وسيم، يلا وسيم، الله يرضى عليك. ما انا مش هخسر وفرقع يا مازو، ده انت غدت قوي، مش وقته بقى، سيبنا ركز، ده شغل ناس كبار بقى. يلا دخل الرقمين. رقمين ايه؟ ده في خانه فاضيه، يعني اكيد في رقم تالت ناقص. رقم تالت ايه يا جماعه؟
انا الرقمين اللي طلعوا لي هم 1 و2 رقم 3 ازاي بس يبقى اكيد 3 اكيد 3 ازاي يعني اشمعنى عشان 1 و2 وراهم 3 هو ريموت التلفزيون كده ريموت ايه التعبيط يا مازو ولا ايه انت فاكر انها بالغباء ده افرض عملنا لنا كمين اخ ناقص رقم فعلا انا مكسوفه منكم المشكله بقى اني ناسيه 3 مش قلت لك لا لا استنى 4 مش فاكر مش وقت الكلام ده خالص ارجوك يا استاذه مش وقته جربوا انتوا 3 او 4 بس خدوا بالكم هتنفجر وقتي مع اول محاوله غلط يا خساره شكلكم هتوحشوني استني بقول لك يا وسيم توكل على الله في 3 وان شاء الله ربنا هيكرمكم سلام انا خد هنا انت مش هتتحرك من هنا غير لما امي تنزل دوس 3 ولا دوس 4 مش عارف 3 ايسو غمضي عينك 3 ولا 4 4 عاش يا رجالة القنبلة وقفت مبروك عليك يا وسيم ال 20 مليون وانت يا ايسو بحبك يا ايسو نزلهم بقى نعصرهم برافو يا اسراء التلزيق انقذ الفريق اه والله عندك حق ده هيعرق مش عارف ابنك في سنه كام يا بوعي ايوه بقى يا مزمز تعالى تعالى يا ابص قبل ما تخرجين ستوب يا جماعه خلاص معلش فريق وسيم احنا في خلال ساعات كل واحد فينا هيبقى معاه 4 مليون جنيه الله 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 مستر وسيم انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه ولذلك وامام الجمع ده كله اعلن ولاول مره ان اول طفل هخلفه هسميه جمال على اسم ابويا جايه في اللي انت بتقوله ده ما اصل انا لو لفيت المجره كلها كوكب كوكب زقاق زقاق شارع شارع مش هلاقي واحد اسمه وسيم اجدع منك انت يا حبيبي يا جميل يا حبيبي سافر بقى بحب حبيبي خلاص بقى خلاص وانت بسيوني هتعمل ايه بالملايين دي كلها فلوس ريتها تكفي ده انا مستلف من طوب الارض مستلف ايه يا بسيوني انت عايز تفهمني ان انت مستلف من حد اكتر من 4 مليون جنيه ازاي يعني؟ ده انت واكل شارب نايم عندي في البيت هنا خلاص يا مستر وسيم اذا كنت متضايق من قعدتي هنا معاك في الشقه انا كمان عندي شقتي هطلع اقعد فيها بس ابقى ابعت لي الثلاث وجبات يا عم اتنيل ما حدش سقف بقى الكلام الاهبل ده في حاجتين مهمين يا جماعه عايز اقولهم دلوقتي اولا نسرينا انت بره الفريق بتاعي نعم يعني ايه بقى ان شاء الله يعني اول ما الفلوس توصل بالسلامه تاخدي ال 8 مليون بتوعك وتفلسعي من هنا افلسع ايه يا بنت انت منين من البلد اللي جنبيها وبعديها جوزي حبيبي ويسو جوزي انا لوحدي هيطلقك يا حبيبتي لا يا عينيا انا هاخد الاربعه زائد ال 8 كمان عاملين حسابنا هتاخدي الاربعه وفوقيهم ال 8 وفوقيهم بوسه كمان وسيم لا بص انت تديها لي يا حبيبتي ما انا عايزه ابصها ما كانت معايا قبل كده عادي طب سمسم لو قلت لك ان انا متنازله عن جزء من الفلوس تخليني معاك في الفريق انسي مازو عندك مكان في الفريق لا انسي يا حبيبتي لا انسي انت يا حبيبتي عندي مكان في الفريق عندي بس هتضطري تدفعي اشتراك عشان تلعبي معايا هتديني نص الفلوس اللي هيديها لك وسيم 6 مليون ينفع 3 طلقها وسيم ورميها بره خلاص موافقة نورتي الفرقة وترجعي الخاتم الحق يا مستر وسيم الفهد الورد انضم الفريق مازو كده خطر علينا ولا يهمنا يا جميل لأن دي الحاجة التانية اللي عايز أقولها لكم إن أنا بعد المهمة دي خلاص أنا بطلت لعب الله الله عليك يا انت اتجننت يا وسيم سلفلت منك ولا ايه؟ ما تتكلم يا بسيون ايوه اديني فرصة إن أنا أتكلم يا مستر وسيم انا عارف كويس قوي ان اللعيب الحريف الشاطر هو اللي يعتزل وهو في الفورمه لكن انا كخبير كروي احب اقول لك ان انت لسه نجيل الملاعب مشتاق ليك نجيل ملاعب ايه ونيله ايه انت فاكر نفسك بتحشلب بس الباب بيخبط واقف على الباب بس تروح من لحق لنا الساعه دي سلام ايه ده بس يا باشا انت بتعمل ايه هنا انت مالك انت وسيم بيه في حاجة حلوة قوي مستنياك تحت هاي الفلوس جت نسرين يا روحي حضري شنطتك
هستلم الفلوس اطلقك. خليكي زي ما انت، هتجوزك انا. ده انا اقتلك واقتلها.